حبيبة قلبي عم تلعب بلعبتها الجديدة. وليش حبيبة قلبي الكبيرة متضايقة؟ أنا ماني متضايقة أبدا. مو صحيح، باين من وشك إنك متضايقة. أنا حافظك كتير منيح، بعرف شبك من نظرة واحدة، مع إنه ماني شايف شي مستاهل لحتى تزعلي منه. ما في داعي تاخذنا معك كل ما طلعت من البيت، لأنه أمك ما بيعجبها هذا الشي أبدا. وشو من شان يلي بيعجبني؟ ما بحس إني بقدر روح على مكان من دونكن. واشتريت لها لعبة بلا سبب، ما بكفي بيضلوا يقولوا عم ندللها؟ شو قصدك زبيدة؟ يعني ما بصير اشتري لبنتي لعبة من تعبي وشقاي؟ ليش مكبرين القصة هيك؟ هي مانا بحاجة يا أحسان، عندها لعبة ولسه ما فيها شي، كانت بتقدر تلعب فيها.